السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمركب السياحي الضخم اللي يقع بمدينة وهران واللي تم إنجازه من طرف مجمع أزاد، واللي هذا المركب السياحي الضخم يعد واحد من أكبر المركبات في إفريقيا وأحسنها وأحداثها في كل جوانب، حيث أنه يتوفر على فندق ذات 5 نجوم ومركز تجاري يتكون من 3 طوابق وحظيرة مائية، وكذلك يضم عدة مرافق منها قاعات المحاضرات ومساحات ألعاب جديدة، يعني دي سباس لوديك سكون أبل لي سباس لوديك، يعني فيه ألعاب مخترعة مبتكرة في أجزاء من هذا المركب الضخم كما قلنا، واللي انتهت الأشغال به 100%، ما يبقى إلا التصاريح يعني ضرورية للسوتوريزاسيون، يعني بارابور للجانب السلامة وبعض الأمور كي يفتتح للجمهور. نترككم تتابعون هذا الفيديو الرائع عن هذا المركب السياحي الضخم لمجمع أزاد اللي نعرفه عنده عدة مشاريع في الجزائر العاصمة وكذلك في مستغالم ووهران. نخلكم تتابعوا هذا الفيديو والسلام عليكم.